الله الرحمن الرحيم. يعني في محاضرتنا اليوم هنركز بشكل أساسي أنه كيف ممكن إحنا نختار أدوات وقنوات نشتغل عليها، خصوصاً بعد ما أنه بنينا المرحلة الأولى بنينا الهوية، والمرحلة الثانية بنينا البروفايل والموقع الإلكتروني. المرحلة الثالثة إيش القنوات اللي إحنا بنركز عليها؟ يعني كان تركيزنا الأول في البراند زي ما حكينا، حددنا اللي هو الدي إن إيه تبعت المؤسسة، بعد هيك حددنا اللي هو وين المجال التدخل تبعنا بشكل أساسي، بعدين حددنا البروفايل وحددنا الموقع. ندخل في رقم ثلاثة اللي هو إنه كيف ممكن إحنا نجيب قاعة البيانات اللي إحنا بنركز عليها اللي بنقول عنها التارجت جروب، تمام؟ بات إنه في بعض المواقع وبعض الشغلات اللي إحنا ممكن من خلالها نستدعي أو نحدد القوائم اللي إحنا بدنا إياها. فإحنا القوائم اللي إحنا نركز عليها هي القوائم المانحين بشكل أساسي، أو قوائم المؤسسات العاملة في العمل الإنساني والخيري. في بعض المصادر اللي إحنا ممكن نركز عليها، أول مصدر اللي هو مصدر لينكدين. اللينكدين اللي هو موقع إلكتروني، هو بشكل أساسي رايح اتجاه البزنس، بس إحنا من خلاله ممكن إحنا ندور على رؤساء المؤسسات الأهلية، وممكن ندور على حساباتهم ومن خلالها نشتغل عليه. المصدر الثاني بعض المواقع الإلكترونية الأدلة، يعني هتلاقوا دليل العمل الخيري في السعودية بطرح بعض المؤسسات الإنسانية اللي شغالة في السعودية وهكذا. يعني مثلا في أدلة وفي كلاسترات اللي هو مثلا تبع الصليب الأحمر الهلال الأحمر في العالم، يعني ممكن احنا ندخل عليه وناخد الداتا تبعتهم. وفي بعض وسائل الإعلام الاجتماعي السوشيال ميديا، هذه الأربع أدوات. خلينا نحكي لكم أول مثال في اللينكد إن. الآن بس نفتح لينكد إن، الميزة المهمة والحلوة في لينكد إن إنه هو عملية البحث تبعته رائعة وقوية. يعني بمعنى الآن لو رحنا نكتب حاجة اسمها CEO اللي هو رئيس المؤسسة، تمام، وحط انتر، طب قبل ما يفتح مسلسل سؤال صغير هو فتح هي، تمام. تنصح انت في اللينكد ان تعمل بروفايل شخصي ولا بروفايل المؤسسة؟ اثنين. تمام. انا سؤالي كان انه هل تعمل بروفايل باسم المؤسسه ولا باسمك الشخصي؟ تمام. الان هو اسمك الشخصي لازم تعمل لك بروفايل، هذا اكيد، بس بالمؤسسه ممكن تعمل حسابين، حساب اللي هو المؤسسه نفسه على البروفايلات، وحساب ثاني شخصي للمؤسسه عشان تقدر تبعث رسائل وتتواصل، لانه هذاك فيه مقيد شوي، هي الفكره. الان لما نروح نفتح حساب على هي، فتحنا لينكدين، تمام، في البحث بدي ابحث اي شيء، مثلا حاجه اسمها سيو، تمام، والنت شوي بطيء. بعد ما ابحث سيو بدي اشوف ايش الخيارات اللي ظهرت. سيو هذا معناها رئيس المؤسسه يعني او رئيس الشركه، تمام. هتلاحظوا على الخانه على الجهه اليمين ايش الخيارات الموجوده عندي. في شغلة، أول إشي يا جماعة بقدر أحدد اللغة تبعته، بقدر أحدد أهم إشي بدي أحدد اللوكيشن في أي بلد. خلينا نحدد مثلا هاي الجزائر، اليونايتد كينغدوم مثلا، هيتحدث يجيب لي كل المدراء تعون المؤسسات في إيش، في كينغدوم، هدول كلهم هدول في بريطانيا. بدي أحدد كمان ميزات تانية، كلمات مفتاحية بيشتغلوا في العمل الإنساني مثلا، أو هان عفوا اسمه مثلا هان شركات، إيش اختصار، هات اختصار مثلا الصليب الأحمر سي أو آر، أظن سي سي آر سي أس مش سي سي آر أس، تمام. بعدين بحط في السي، هل قلت لما أبحث في السيرش كمان نفسه إيش بيعمل، هجيب لي كل الناس اللي شغالة مثلا في السي ار اس وهكذا. طلعوا جاب لي كل هدول الموظفين في السي، طلع اس اي او ات سي ار اس، هاي جبت مدير السي ار اس وانا قاعد. بدي ميزات تانية، بقدر احدد
الرواتب، بدي ابحث عن ناس رواتبهم من كذا لكذا، بدي اروح ابحث على البروفايل تبع باي لغه، انجليزيه مثلا، بدي اروح ابحث على على اهتمامات العمل الخيري. الميزه كالتالي، هذا رقم واحد، انه انا بقدر اخذ داتا بيز للناس اللي بدي اياهم، هذا رقم واحد. اثنين، بقدر اخذ ايميلاتهم. كيف بدي اخذ ايميلاتهم؟ رقم واحد، عملنا عمليه البحث، خلينا نسجلها. واحد، البحث. هذا عنده مشكله في طريقه البحث اللي حكينا فيها؟ تمام. الطريقه الثانيه، كيف اخذ الداتا؟ هذا اخذ ايميلاتهم على لينكدين. بنروح على لينكدين نفسها، بنروح على الاعدادات اللي هو السيتنجز، نفس لينكدين، نفس الحساب حسابي، بس بكون عامل له كونكشن. يا جماعه هاي الفكره، يعني بكون عندي في الدائره تبعتي لينكدين. الميزه تبعته، اي واحد تعمل له كونكت بيعمل لك كونكت، ميزه الفيسبوك لسه بده يطلع صورتك ويطلع على، يعني فيش خصائص، اللي هم بروفيشنال اكثر. يعني بدخل على الاعدادات، بعد الاعدادات في عندي حاجه اسمها ارشيف، بضغط ارشيف بيستدعي لي كل الايميلات تبعت الناس اللي عندي. انا عندي تقريبا على لينكدين، خلينا نحكي اعتقد 4000 واحد، بقدر اخذ كل ايميلاتهم بحركه واحده بس. فما بالك لو حساب مؤسسه، نفس الفكره، عملت كونكشن للناس اللي انت بدك اياهم واخذت ايميلاتهم، مش بصير عندي. براح حاجه اسمها داونلود يور داتا، بنزل الداتا، بصير عندي كل ايميلاتهم عندي، تك عندي على الجهاز، بيجينا ايميل، رساله على الايميل انه نزل الداتا، بعدين بنزل على الجهاز. هذه الطريقه لعمل داتابيز، لانه اغلب المشاكل عندنا انه ما فيش عندي داتابيز، بس هذا بده واحد شاغل لك شاب ايش يسوي، شغله داتا انتري، يدور على كل مدراء المؤسسات الدوليه اللي انت بدك اياها، سواء في شرق اسيا، في غرب اسيا، في اوروبا، مش عارف مين، وبتاخذ الداتا، بتعملهم كونكشن على الحساب تبعك، وبعدين انت ايش بتسوي؟ بتنزل البيانات، بصير ايميلاتهم وبياناتهم عندك، فانت بتصير تبعت لهم الطريقه تحت المحتوى اللي احنا حكينا فيها. ايوه هذا صار الحين، القصد تبعت لهم المحتوى، المحتوى التفاعلي تبعك، تبدا تبعت لهم خطوات خطوات. يعني اول شيء بتضيفهم في قائمه برديه، الخطوه الثانيه بتروح تصيغ القائمه البرديه بالطريقه التفاعليه تبعتك، ما تروحش تبعتهم بروفايلك مره واحده. طب يعني تخيلش انه انت دغري لا، انت درجه. يعني بمعنى في طريقه بسموها كراوس هاكين، اللي هو الطريقة انه ايش، انه ابعت له محتوى بيهتم فيه، هذه خطوه اولى. بعدين خطوه ثانيه وهكذا. تمام. فهذه طريقه رقم واحد في استدعاء البيانات في لينكد ان. بتطلب منك كالتالي، تبقى عاملك حساب لينكدين، وتتطلب الخطوة الثانية تستدعي الداتا تبعته. بتكاش تعمل حساب للمؤسسة، ممكن تعمل حساب فردي، بس تاخذ داتا الايميلات اللي انت بدك اياها وتصير تبعت لهم اياها. فبتطلب منك انه فن التعامل مع البريد الالكتروني، انت كمان شوي نحكي فيه. تمام. رقم اثنين، بدك تروح تدور على الأدلة. كيف الأدلة؟ بدك تروح تكتب على جوجل دليل الجمعيات الخيرية في مش عارف مين. هدول في عندهم زي تجمعات، يعني مثلا هذا في موقع اسمه معروف دوت اس اي، كل الناس اللي في السعودية شركات وجمعيات بتلاقوا فيه. فأنت ممكن في البحث تدور على التجمعات تاعت المؤسسات نفسها اللي هي اللي ذات علاقة في مجالك، فبتدور عليه. لانه لاحظوا احنا اغلب شغلنا في العمل الانساني نفس الدوائر المؤسساتيه، ولا واحد جاب له مؤسسه جديده. يعني قديش نسبه المؤسسات الجديده اللي اشتغلت في غزه او في قطاع او فلسطين بشكل عام خلال السنوات الاخيره، او بمعنى خلال 2017؟ عدوا لكم رقم، فيش بشكل عام، او نسبه قليله، قليله، بديش اقول فيش، قليله. ليش؟ لانه نسبه استهدافنا فقط للناس اللي احنا بنتعامل معهم، يعني ما وسعناش الدائرة. يعني فيش حدا راح استهدف مؤسسات جديدة بتشتغل في قطاعات جديدة. من خلال اللينكدين ومن خلال الطريقة اللي أنا بحكي لكم إياها بنشتغل عليها. ورقم اللي هي المعروف والدليل واحد، رقم الأخير اللي هي السوشيال ميديا، تدور على صفحات، نفتح مثلا فيسبوك، هذه في اللينكدين حكينا فيها، هاي الفيسبوك. في ميزة الفيسبوك، يعني مثلا خلينا نحكي سيارة اس كمان، نفس الفكرة بما انه احنا بحثنا عنها، انتر. طلع يا جماعة، هتلاقوا على الجهة اليمين
بعض الشغلات اللي انتم ممكن تفيدكم، يعني بمعنى طلعوا بدي بيبول، هاي بيبول، او بدي بيج، انا بالعاده بدي بيج. بعدين هان في بحدد لي وين ايش اهتمامات البيج اللي بدي اياها، بدي اياها بيج تكون كوميونيتي، بدي اياها بيج موثقه، وبدي اياها اصدقائي عاملين عليها لايك ولا واحد مثلا، وهكذا. فهذه العمليات انتم تستهتروش في الجوانب الاخرى في عوامل البحث. بدي اياها جروب مثلا، بدي اياها ايفنت ابلكيشن مش عارف مين. هذا بالنسبه للفيسبوك. بالنسبه لتويتر في موقع اسمه مانج فلتر، اكتب لكم اياه. هذا لينكد ان تمام، لانه ابرز اداه لينكد ان، والاداه الثانيه الابرز اللي هي مانج هي ال هذا الموقع. نعم، في فلوس وفي مجال، احنا ندر ببلاش يعني، الفلوس من ناشية. هذا مانج فلتر، بنروح يا جماعة بس نفتحه، في الميزة تبعته كالتالي، هاي ساين ان مثلا، عملية البحث قوية جدا، يعني ممكن ابحث على اشخاص بعينهم. تمام، هجد في هان بالسيرش، هاي في سيرش، بضغط على سيرش، بالسيرش في حاجة اسمها، بعد ما فعل الحساب في حاجة اسمها ريفاين. لازم نعمل حساب. لازم يكون عندك حساب تويتر طبعا. بالريفاين بقدر أحدد الشغلات اللي بدي إياها. مايك صرت أنا الحافظ الدرس دربان. أنا لما بدي أدخل عليه بدي أدخل عليه بحسابي التويتر، الباسورد واليوزر نيم. طبعا. ركزوا معي، هل قلت هذا الميزة تبعته كالتالي، إنه أنا بقدر أحط في البايو واحد بيشتغل في العمل الخيري. أكتب مثلا، خلينا نقول هو بالعربي أوقات ضعيف. هان أيتام، خلينا نبدأ أسميه، أيتام. تمام، وهاي فاين. جاب لي كل الناس اللي حاطه بالايتام، هي جاب لي اول واحد فايز المالكي، وهكذا. هدول اشخاص مهتمين في الايتام، فانا اذا ممكن اعمل بنات ايش، اخذ الداتا تاعتهم، اتواصل معهم. احنا ايش بنسوي بالعاده؟ انا بشتغل بالماركتنج بس بطريقه ثانيه. قلت انا عندي شركه، الشركه بتشتغل سوشيال ميديا بس بالخليج اغلب شغلنا. بنروح مثلا الفلان عجبنا شو، لقيناه تارجت، بلاقيه على تويتر، بروح اخذ حسابه من وين؟ من لينكد ان. بروح اعمل له كونكت، باخذ الايميل تبعه، بروح ابعث له رساله، فبلاقيني في وجهه. تفضل. عشان نفهم مع بعض بس. تفضل تفضل يا استاذ خالد. الان انت بتبحث عليه بال مانجمنت فلتر، اوكي، لقيته بتعمل له فولو اب. تمام تمام. الان بدور عليه في لينكدين. بتدور عليه في لينكدين لانه اسهل في الداتا، باخذ الداتا تبعه داتا بيس. تمام، وبتبعت له رساله عن طريق الايميل تبعه. صح تمام. صح صح او خاص. لازم واخوه صاحبي على فكره. اكيد للمعلومات. تمام، هذه طريقه. هي الفكره وين؟ في طريقه جمع المعلومات، بمعنى انه انا هذا الموقع بفيدني في جمع المعلومات. المحاضره الجايه بتجيبوا لابتوباتك عشان نطبق بعض الشغلات. لانه همش في حاجه اسمها لوكيشن، هي لوكيشن بقدر احدد الدوله من خلاله. تمام، هذه هي الفكره. طب كيف تصل للتوثيق؟ بدك توثق حساباتك. هي يا جماعه وين تسال، فتحت على لا مفتوح.
في يا جماعه رابط فيريفيكيشن دوت تويتر دوت كوم فيريفيكيشن دوت تويتر دوت كوم من خلاله بتوثقوا حسابات. خلينا نكمل الان. ايش ليش فتح هيك؟ اه هو هذا، هذا من خلاله شكله كتبته غلط انا. المهم فيريفيكيشن دوت تويتر دوت كوم من خلاله تقدر تقدم طلب توثيق. خلينا نكمل الان المرحله هذه ايش بنسوي؟ بنروح احنا نختار ادتين، ابرز ادتين حكيت لكم اياهم للشغل اللي هو تويتر ولينكدين. بالنسبه لتويتر حكينا لكم طريقه البحث، واللينكدين نفس طريقه البحث اللي هي متقدم. فانا ايش بدنا نسوي؟ نربط الداتا في بعض، بمعنى انه على تويتر بقدرش اخذ ايميله، لكن لينكدين بقدر استدعي بياناته وبقدر اتواصل معه بشكل عام. فهذا كان المثال اللي احنا كنا بنحكي فيه. تمام. هلقيت الفكرة كالتالي، بضل في عندنا مرحلة اللي هي بنحكي فيها المحاضرة الجاية بشكل أساسي باستفاضة، إنه كيف نشتغل حساباتنا بشكل عام، تسويق إلكتروني بشكل احترافي، كيف شكل. والشكل المهمة إنه نبدأ عملي، ليش قلت لكم جيبوا لابتوباتكم؟ إنه نبدأ نكتب الطريقة الأفضل في المحتوى، لأنه هذه كمان مهمة، لأنه في تحديات في موضوع إنه صياغة المحتوى القصص اللي زي هيك. تمام. الان في شغله حكيناها اللي هي الشانل، اول شيء اللي هي اللاندنج بيج اللي هي الفكره تاعتها الموقع الالكتروني وحكينا فيه. رقم 2 الايميل. البريد الالكتروني. تمام. حكيت البريد الالكتروني الفكره تبعته وين، كيف في بعض الاتكاء اللي خلينا نقول القواعد اللي احنا لازم نشتغل عليها ونتواصل فيها. بمعنى انه في بعض الناس بتكون في عندها حاجه اسمها المجموعه القائمه البريديه، قائمه هذه قائمه بريديه. في مواقع بسموها تشانس ميل، مش عارف اذا مرت عليكم او كذا، انه من خلاله ممكن نعمل قائمه جاهزه وبنقدر نعرف مين فتح الايميل تبعه ومين ما فتحوش. يعني في بعض الطرق اللي شانس ميل. تمام. خلينا نفتح لكم اياه. والله انت زخر مع الكاميرا بالسرعه هذه، لذلك مش صار الواحد معني بكل كلمه بتحكيها، بس زخر ثواني. اللي انا بدي احكي لكم اياه كالتالي، انه احنا في بعض عزيز الله، اللي بدي احكي لكم اياه انه في بعض الادوات اللي احنا ممكن تساعدنا في اداره الايميل. يعني في بعض الادوات انه ممكن من خلالها نعرف مين فتح الايميل ولا سكره. فهذه الاداه ببعث لكم اياها يعني بشكل عام، عشان انه انا شكلي نسيت. تصنيف الاقوى البريد، بمعنى الجيميل، هوت ميل، الياهو. حاجات اللي بقول لك ثواني. حاجات ركزوا معي. بالنسبه للبريد الالكتروني يا جماعه كالتالي، افضل ايميل يكون رابط المؤسسه تبعتك، هذا اقوى شيء رسميا. يعني هذا افضل شيء رسمي. هي الفكره وين؟ الايميل الفورمال الرسمي في شغله، ثواني بس ان شاء الله القي لكم اياه. الايميل الرسمي الافضل يكون امتداد المؤسسه تبعتك. بس هم ايش بيسووا؟ بروح هاي الايميل بروح بربطوه في حاجه اسمها الاوتلوك. هذا الاوتلوك تقدر تسيطر على، يعني بتصير انه يعني عمليه الحمايه وعمليه الاداره افضل. ليش؟ لانه لما تروح تدخل على الايميل من الموقع الالكتروني متعب وشكله ما بتقدرش تشتغل فيه، فانت بتروح على الاوتلوك وبتشتغل عليه بشكل كبير. في ناس ايش بتسوي؟ تفضل تفضل. انا حاطه على الاوتلوك بس لما بيجي بس الرساله في طريقه فنيه. هل جاي بقول لك هذا هذا الموقع اللي بحكي لكم اياه يا جماعه اسمه ميل تاج، ميل تاج دوت اي او. هذا بيساعدك انه تعرف انه هل فتح الايميل ولا لا. ميل تاج دوت اي او هذا بنحط في الكروم، بنحط في نفس الكروم، تقدر تعرف انه هل هو فتح الايميل ولا لا. هذا كنت احكي لكم اياه. هاي الاسم تمام.
تمام. قديش بتسوي؟ بتروح على الايميل بتربطه في الاوتلوك افضل وبالاقوى جيميل على فكره. اذا بدنا نيجي نحكي في هذا الجيميل وشغلة مهمة اتبعوا، بعرفش اذا انتم بتشتغلوا على الجوجل درايف بشكل منيح ولا لا، اتبعوا نظام التخزين جوا جوجل درايف. في طريقتين في التخزين الداتا، يا جوجل درايف يا دروب بوكس، بس الافضل عادة اذا انتم هم ايش بيسووا بعض المؤسسات، تربطوا يا في الاوتلوك يا في الجيميل. انت ممكن تربط ايميلك تفتحه من ضمن الجيميل، يعني نفس انه ايميلك مثلا الصلاح دوت بي اس مثلا، نفس الايميل تربطه في الجيميل في نفس لوحه الجيميل تفتح. هذه طريقه كمان فنيه بيعملوها المبرمجين، يعني هذه المبرمجين يعني نربط الايميل الرسمي بالجيميل. هذه بتنعمل كمان سهله، يعني مش صعب بشتغل على الجيميل زي كان بشتغل على الايميل الرسمي. تمام، يعني احنا نفتح هاي اللينك. تمام، اوكي احنا تمام. هجت هذه الاساسيات الفنيه، تعال نروح ندخل على قواعد الايميل نفسه، كيف نبعت ايميل، كيف نتواصل، القصص الفنيات. راعي في الايميل واحد توقيع، لازم يكون في توقيع تحت، توقيع فيه الاسم المسمى والمؤسسه تبعتك شعارها وبيانات الاتصال. هذا التوقيع لازم يكون موجود محطوط بشكل فني وحلو. وهان اذا انت ايميلك رسمي بتكتب كلمه هان انه الرساله، هذه دائما بحطوها انه الايميل اي رساله تصلك من هذا فهو ايميل رسمي، هذا بتنحط في اذا انت ايميلك رسمي بدك تعتبر الرسم الرساله الموجه، يعني مثلا اي رساله تصلك من هذا الايميل فتعتبر اي رساله، اي رساله تصلك من هذا الايميل فهي وثيقه رسميه، فهي وثيقه رسميه. هذا شيء بشكل اساسي لانه هذا عشان ايش تتواصل مع الناس. وفي شغله في الايميل، في بدك تحط الصوره تبعتك تظهر بالبروفايل تبع الجيميل والقصص هذه، نحاول لازم تكون الصوره تبعتك. ودائما راعي في الصور الفورمال، كيف الفورمال؟ يعني اياك ثم اياك تحط اي صوره شخصيه بطريقه اجتماعيه على الفيسبوك او التويتر او اي اداه من الادوات، دائما يكون فورمال. بمعنى انه دائما الفورمال ايش بيكون؟ مش شرط انه اللبس فورمال بقدر انه الصوره تكبر من عند الكتفين هيك مبينه امات الوجه ومبين الوجه، يعني هذه الصوره الرسميه بشكل عام. ودائما حاول تبين انه انت كيوت يعني مبتسم، يعني بده حاولوا تضحكوا في الصوره تسيبكم من سيبكم، يعني بمعنى هذه الصور اللي نعم لا مش شرط غزه، بمعنى وين هذه الصوره معبر عنك قديش انت مهني. وبمعنى اذا انت بتتكلم عن مؤسسه دائما خليك فورمال، يعني ممكن تكون لبس الفورمال الصوره تحكي عنك، بتعبر عنك. فهذا شيء مهم في موضوع التصوير وموضوع الاشكال. خلصنا هذه، هل لقيت بعد حطينا توقيع وحطينا الرساله المهمه في الاساسيات، في البي بي سي وفي السي سي وفي التو، هذو عارفينهم ثلاثه اساسيات. هذا اذا واحد مخفي، سي سي النسخه الى زي ما تعمل نسخه، تو للرئيس يعني لهذا. بتيجي النص والموضوع قبل، دائما بيقول لك اختار العنوان الجذاب مباشره، ادخل في الموضوع مباشره، يعني ما تبداش في خاصه في موضوع الموضوع، يعني مثلا ايش تكون العنوان تبعه واضح ومباشر. هنا دائما ابدا بالعاده بالخطابات الرسميه، عنايه السيد، يعني القصص ودائما حط شغله بسموها بالانجليزي كول اوف اكشن. ايش كول اوف اكشن؟ انت بعت رساله طويله عريضه، ايش بدك فيها وكيف ممكن يعني كيف ممكن يعني بمعنى انت بعت لمؤسسه تعرفهم على الجمعيه تبعتك، تمام، انه احنا تبدا يعني بتبدا بموضوع انه احنا جمعيه بنشتغل في نشاط كذا كذا، هاي البروفايل وهي اللي مش عارف مين. هان في كول اوف اكشن وسيله تواصل معك. اوكي، طب ما هو التوقيت تبع زي اذا موجوده خلاص، بس بشكل عام انه يعني انه يرد على الايميل، دائما اطلب الاستجابه، بمعنى انه انت اذا يعني انه رد رد عليه بالاستجابه،
هذه الاساسيات. بمعنى لازم انت تدور على الاستجابة. تمام. هل قلت كيف ممكن نعمل اتراك للناس؟ كيف ممكن ايش انه نستهدفهم يعني زي ما او تارجتك؟ قلت احنا الخطوه الاولى خلينا تمام. قلت اول شيء بدنا نحكي زي الملخص تبع ايش السيناريو تبعنا. قلت بنروح على اول شيء بنروح نعمل ننشر محتوى جذاب. تمام. على خلينا نقول على الموقع الالكتروني. هذا المحتوى ايش بنسوي فيه؟ بنروح نعمل رقم 2 حاجه اسمها ليد جينيريشن. في على الفيسبوك طريقه من الاعلانات انه الناس تدخل الداتا تبعتهم، مش عارف اذا عمركم جربتوها ولا لا. في نفس الاعلان الفيسبوك في حاجه اسمها ليد جينيريشن. فكرته وين؟ انه انا هاي اعلان طفل عملنا تدخل له امور تمام، هان اذا رغبت في التبرع دخل بياناتك مباشره. يعني احنا بدنا ندخل بحط ايميله ورقم الجوال والقصص. صاد بصير هاي الرقم 2 عاد بصير الاتصال المباشر. يعني هذه الطريقه. خلينا نقول خلاصة جزء من اللي احنا حكينا فيه، انه انت بتبدا تشتري محتوى منيح جذاب، بعدين بتروح تربطها في انه تحول الزائر لا متبرع، بعدين بتروح تاخذ الداتا تبعته، بعدين بتروح كذا. هذه طريقة. الطريقة الثانية بروح اعمل عملية سيرش، بدي اشغل واحد عندي بس وظيفته يبحث، ما اعملش شيء ثاني، يروح يعمل حاجة اسمها داتابيز، قاعدة بيانات للمؤسسات. اي دوله وين بتكون؟ البرازيل هالايام. هاي البرازيل مش البرازيل تشيلي در بالك. هاي البرازيل وابو الله يسهل عليه ابو العلول في المنطقه. هاي ايش؟ هاي البرازيل. لا مش عبد الماجد، تبع بريطانيا، تبع هم ضل العلول كمان. الان بحط قاعده بيانات، قاعده البيانات هذه بروح على لينكدين، بروح اجيب السيو تاعون كل المؤسسات الجمعيات هذه. تمام. بعد ما رحنا جبنا الداتا تبعتهم او بجيب من تويتر، بروح احطهم في قائمه برديه. في القائمه البرديه بحط خيار عشان اكون اخلاقي، انه اذا انت ما جبتكش القائمه ممكن تعمل ايش؟ انه تشيله، الغاء الاشتراك. وهذه برسلها شهري. ودائما بتعامل في التسويق الغير مباشر مش المباشر، يعني بستخدم الطريقه الاندايركت. يعني الاندايركت قصص وسيناريوهات وقصص زي بس مبين البراند تبعتي، مبين الهويه تبعتي والقصص بالطريقه هيك. يعني لو انا التزمت بالطرق هذه اللي احنا حكينا فيها، لو رحنا التزمنا بالسيناريوهين هذول بشكل عام، بنروح نخلق جمهور جديد. والجمهور الجديد بنفتح، يعني هو الهدف تبعنا وين؟ انه طبعا في شيء اساسي اللي هو السوشيال نتورك، هذا شيء وهو اهم، بس انه احنا رحنا اخترقنا او فتحنا قناه ايش؟ قناه جديده. والقناه الجديده اللي هي بالطرق اللي احنا حكينا لكم اياها، بس مهم انه هي الشغل كيف انه انت تبدا تشتغل بشكل بروفيشنال وبشكل احترافي، انه كيف تبني الهويه تبعتك وتبعد عن النمطيه تبعت اللي احنا متعودين عليها، او تبعد عن التقليديه اللي انت بتشتغل عليها. وخلينا نفتح حوار على الجد، يعني بمعنى انه خلصنا جزء كبير من الشغلات اللي احنا بنحكي فيها. خلينا اذا في استفسارات واسئله وشغلات زي هيك، عشان نخلي المواضيع الجايه اللقاء الجاي هيكون باتجاه انه هنتكلم انه كيف ممكن نشتغل على الفيسبوك ونشتغل على تويتر ولينكدين، وكيف وهذا السيشن، والسيشن الثانيه كيف نشتغل على المحتوى، والسيشن الثالثه ما يطلبه الجماهير. الان العشر دقائق اللي ضيلات للحوار، يعني معنى اذا في استفسارات او اسئله. حكينا احنا في الموقع الالكتروني لازم يكون انا المحتوى تبعي فعال او تمام، محتوى تفاعلي. كيف انا ممكن اخلق، يعني بنقاط بسيطة، كيف ممكن أخلق تفاعلية في الموقع الإلكتروني في ظل إنه توجه الناس أغلب لمواقع التواصل الاجتماعي مش للمواقع الإلكترونية؟ تمام. حلو هذا السؤال. في شغلة مهمة، اليوم أنت عامل صفحة فيسبوك حاط عليها
مليان اعلانات، ثاني يوم مارك بسكر لك اياها بسهوله. زي شهابك مره سكرت وهكذا بقيت الليلة. ولكن الفيسبوك بسكرش الموقع تبعك، بسكرش لأن استضافتك من جيبتك. يعني أنا أقول لك شغلة بمعنى لها هي الفكرة، يعني في أنت تبحث على الاستدامة، الاستدامة في الموقع الإلكتروني، بس إحنا كيف ممكن فاهم فاهم، بس كيف إحنا نربط علاقة بين التنتين؟ لقيت لو رحتوا على أي وكالة إعلامية، خلينا نقول العربية مثلا، بتلاحظ بنشر لينك بيوديك على الموقع تبعه مش العكس. فأنت ممكن إيش تعمل؟ تروح تستخدم الموقع الفيسبوك لدعم الموقع الإلكتروني. وهو لانه ليش؟ لانه الموقع الالكتروني انت بتستطيع تتحكم فيه، وبمعنى انه يعني لو ضاع انت غير الاعلانات. الان الفيسبوك انت مش الك، يعني انا احكي لكم شغله عن تجارب. بتلاقي في عندك صفحه الكترونيه يوم وليله قفلت لانك انت خلفت السياسات تاعت يعني ضربت الحميه معك، رحت نشرت لك شيء له علاقه مثلا في انتهكت القوانين السياسات، فبيوم وليله صفحتك طارت، كل شغلك كل انجازاتك اللي بتروح حدا بيقول لك ابعث لي اللينك تبعك، رحت بعت له الفيسبوك ما لقاش الفيسبوك. هاي الفكره، لانه هي ارض مش لك، تزرع ارض مش لك. هاي كان ابسط مثال. حاول تستثمر في الارض لحد ما يخلص العقد اللي بينك وبينه. تمام، هي كالتالي. انا اقول لك كيف ممكن نشتغل. في شغله اسمها الراس والذراع، تمام. حقيقة الفيسبوك هو هذا الموقع، وهذا الفيسبوك والسوشيال ميديا. بدك تروح تخلي هدول يروحوا هيك، واللي يجي هاني يروح هيك، ففي النهاية بضل يلف حواليك. هذه فكرة النظرية، هذه انه كلهم يلف حواليك، بس بالاساس الاشي اللي لازم يكون عندك موقع الكتروني. انا بقول انا دائما يمكن الناس بقول يعني بمعنى انه احنا ثقافه السوشيال وكذا ومن، بس النصيحه الاساسيه لازم يكون عندك موقع الكتروني اللي هو المرجع الاساسي اللي من فلوسك بتشتريه ومن فلوسك بتسكره. يعني حتى الايميل لما بدي رسمي بيبقى افضل. طبعا في التواصل افضل قصص، يعني انت تبعت ايميل جيميل ولا تبعت ايميل بامتدادك؟ حتى لو ضرب الايميل الجيميل في ايميل رسمي. صحيح، ما هي الفكره. اسئله اخرى جماعه. انا في موضوع مواقع التواصل الاجتماعي، نعم. هل حنحكي في موضوع الترند وكيف نستثمر كيف تعمل هاشتاج وكيف تشغل الشباب يشتكوا لك الهاشتاج؟ يعني الهاشتاج هل هو فعال على الفيسبوك؟ تويتر فعال اكثر. هذه النقاط احنا في بدنا نعرف فيها شويه معلومات. تمام، هذا هنحكي فيها موضوع في المحاضرة الجاية ان شاء الله. شوف، هي الفكرة وين؟ فيش خصوصية. أنا أحكي لك بإشي مهم، حكيت في السوشيال ميديا فيش حاجة اسمها خصوصية بشكل عام، هذه قاعدة مهمة. والشغلة الثانية، طرق الاختراق وين ما كان موجودة، هي فكرة الاختراق كالتالي. أنت بتقبل فاتح الجهاز أو مد جوال أو مد لابتوبك مثلا لولد من الأولاد، راح حدا بعت له على الماسنجر الفيسبوك حاجة اسمها باتش، راح فتح الباتش انهارك فل يا باشا. بعد ما دخل الباتش على جهازك زي الزراعة بالضبط، زرع الباتش بيقدر يدخل على جهازك يتبع انت وانت بتتصفح، يشوف انت ايش بتفتح، ياخذ الملفات تبعتك، وبعد ما ياخذ الملفات تبعتك ايش وياخذ باسورداتك لانه بيعمل ريدر للباسورد ونارك فل. بدك تحمي حالك، اول ايش تقبلش الملفات الدوت اي اكس اي او ما شابه، يعني اللفات هذه. والشغله الثانيه نحط لك، حتى اقول لك شغله قصه المكافي ممكن في طرق اساسا اللي بيعمل لك الباتش بفحص كيف ممكن يتغلب على هذه. فهي الفكره الحمايه الشخصيه، انه انت ما تستقبلش ملفات مشبوهه، ما تفتحش ملفات مشبوهه. كثير تجيكوا على الايميلات شاهد صور مش عارف الفنان اكس او كذا، هذه كلها باتشات. وعلى الفيسبوك اوقات لما يجيك واحد يقول لك يا جماعه حسابي مخترق، ولا مش مخترق، بكون ضغط على اللينك. لما مثلا بيجيك صور على الفيسبوك انه نشر صور لا اخلاقيه وكذا، بكون ضغط على اللين بقول لك حساب اخترق فضول. كانت فتره جماعه تطبيقات كثير على الفيسبوك، اذا انتم ملاحظين افحص برجك افحص مش عارف مين، فناس بتلاقي شاهد صور فلان شاهد صور كذا، هذه كلها اغلبها جزء من موضوع محاوله الاختراقات. فانت عشان تكون كذا، اول شيء الاختراق بيجي من خلال طول ما انت متصل على الانترنت فانت معرض للاختراق. ولكن عشان بدناش نخاف بشكل كبير، هو طبيعي، بس انه انت تستقبلش ملفات مشبوهه. يعني انا قبل فتره مثلا اجاني اختراق، فاتح الايميل
لقيت حدا بعت لي ملف مش عارف مين. فالمهم انا بدي افتح الايميل ايش سويت، رحت نزلت ديب فريز على الجهاز، ثبتت السي ورحت فتحت الملف عشان اشوفه، فطلعت لقيت الفيروس في عيني يعني. فالديب فريز حمى الجهاز. بالنسبه للموقع البريد الالكتروني، ايش في طرق بيك اب للبريد الالكتروني؟ تنسخها يعني او قصص زي هو الفكره وين؟ اذا انت على ماخده على حسابك او بمعنى دومينك نفس الاستضافه بتقدر تعمل باك اب تلقائي، او انت بتخلي اللي عامل لك بيعملك تلقائي من السيرفر نفسه، والجيميل نفسه بخزن لك اياهم على الدرايف يعني تقدر تخزنه. الله يعافيك. تويتر جماعه على التواصل لتويتر افضل ونخبوي. الان بالنسبه لزياده عدد المتابعين معتمده في اكثر من شيء، اول شيء طبيعه المحتوى اللي انت بتنشره، هذا واحد. اثنين كيف متابعتك ومواكبتك للاحداث، في حدث معين انت بتحلله. ثلاثه الهاشتاج. أربعة تفاعلك مع المؤثرين والناس اللي عندها فولورز، عملت لك متابعة، عملت لك فولو، قصص زي فادي، بعض الشغلات السريعة. وخمسة ممكن تعمل تاجات لناس ممكن ترتوت لك، وهي نظام الشلل، لأن أغلب أدوات السوشيال ميديا معتمدة على الشلل. السؤال اللي بعده يا جماعة، خلينا نلخص كل اللي أخذناه بعدين ننهي يعني نرجع تاني. بس مين يلخص لنا يا سيبكم من الطلطلة، بدنا حدا من الشباب يلخص لنا المحاضرة. ما عشان هو عنده 50 دقيقة بالضبط. شائل يلا جماعة، هذا يلخص لنا جزء من المحاضرة بعدين. أنا قلت لك اليوم كان زخم بالمعلومات. صعب إنك أنت تكون لبة بده يلخص. تفضل يا هندس. اليوم كانت يعني محاضرة دسمة واستفدنا من الأستاذ محمد. ابتدأنا المحاضرة بقضية الهوية المؤسسة والتأكد عليها من خلال الدي ان اي، وذكرنا في الدي ان اي القوالب الجديدة قالوا عنا والإنجازات، ودخلنا على موضوع المحتوى وموضوع الألوان والخطوط والكوادر. انتقلنا بعد ذلك لموضوع الإعلام، وذكرنا أنه شيء مهم جداً أنه تكون قصص ذات أثر مجتمعي، وموضوع الريادة المجتمعية والسرد القصصي. بعد ذلك انتقلنا لموضوع البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني عفواً قبل، وذكرنا قضية اللينكد إن وقضية ال. طب خليك عندك خلي حدا تاني عشان ننوع بعد ذلك الحصل. يلا يا وليد. بنكمل بعد ما دخلنا على الإيميل طبعاً ووسائل المراسلة كيف بتتم المراسلة. بالبداية بتحط عنوان جذاب بالعرض اللي هو السبجكت، وبعدين تو لمين المرسل، في بتكون منها مخفية وفي بتكون منها كذا. في الإيميل لازم يكون في عندك التوقيع، الاسم، الشعار. أبو فخر زي خلص كمل. لا كمل كمل صح. بتكون الاسم والشعار والصورة، ويا حبدا لو كانت الصورة طبعاً بالنص والجزء بيكون مبتسم. هذا فيما يخص الإيميل. أقوى الإيميلات إما أن تكون باسم المؤسسة تو أت كذا يعني اللي هو اسم المؤسسة، أو بتكون الجيميل هو الأقوى لعمليات المراسلة. طبعاً عملية يعني تفضلت لعملية اللي هو تشكيل أو تجهيز قائمة للإرسال وشرح طبعاً عنها، ويمكن هذا أبرز ما كان مهم. وطبعاً لتويتر وكيف عملية اللي هو جلب الممولين أو الشخصيات اللي أنت معنا فيها أو الفيسبوك. تمام شكراً. يعني يمكن اليوم شوية المحاضرة خلينا نقول زخمة وفيها كمية معلومات كبيرة وفيها شغل كبير، بس هي تعتمد أنه أنتم مدى تطبيقه لبعض الشغلات هذه، يعني مدى ترجمتها على العمل المؤسساتي، بمعنى أنه يمكن تركيزنا اليوم الأكبر أنه كيف إحنا نظهر بشكل احترافي ومهني ومؤسسات بتشتغل بالعمل الإنساني بشكل قوي. والجانب الآخر أنه كيف ممكن إحنا نسوق نفسنا للآخر، بمعنى أنه نخترق، أو بمعنى يعني الكل الهدف تبعنا أنه إحنا نكسب شرائح تسويقية جديدة أو جهات تمويلية جديدة أو فرص خلينا نقول مختلفة. يعني في نهاية محاضرة اليوم بتمنى نكون أنه إحنا أضفنا لكم معلومات ولو كانت بسيطة خلينا نحكي، وبتمنى ان احنا نكون عملنا تغيير ولو بسيط كمان في ادائكم في عملكم. واحنا ان شاء الله في انتظاركم في المحاضره الجايه، واذا في اي استفسارات او اي معلومات فلا تترددوا في التواصل بنا. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، حياكم الله.